المشاهدين ديالي الكرام، أجل كفاءة صلب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناتي، هي قناتكم، قناة لكل داء دواء. شكرا على تفاعلكم وتشجيعكم لي، شكرا على تعاليقكم الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني نزيد نجيب لكم المزيد. جيد والمجرب، كيف ما عودتكم اليوم جبت لكم وصفة رائعة سهلة وبسيطة، واخا نعيا ما نشكر فيها ما غاديش نوفيها او نعطيها حقها لانها حقا ممتازة. وصفة صحراوية، ومن هذا المنبر كنشكر الصديقة ديالي الصحراوية اللي عطاتاني، الله يجازيها كل خير يا رب. وانتم عارفين الوصفات الصحراوية ناجحين 100%. انا متأكدة من اللي غادي تجربوا هاد الوصفة غادي تدعيوا ليا. غير نصيحة مني لكم، ما تديروا هاد الوصفة تتكونوا في المنزل، يعني ما غاديش تخرجوا، لانها كتغسل البطن بشكل نهائي. اعزكم الله كدير لا دياغي. الوصفة وصفة هائلة، وصفة الناس اللي ما كيتزادوش في الوزن، ما خلاو ما داروا وبدون فائدة. الوجه دائما شاحب وصفة، لانه الى ما عالجتيش راسك من الداخل واخا ديري اللي درتي لوجهك ما غاديش يصفى، واخا درتي اللي درتي ما غاديش تزيدي في الوزن. العلاج سهل، كنت في البطن بشكل نهائي. كيغسل القولون والمعدة، كنت في البطن كامل. الناس اللي كيعانيو من الديدان اعزكم الله في البطن، كينظف النبولة. علاج كيقضي على الديدان البطن نهائيا، هذا هو العلاج، كيقضي على ديدان البطن، كينظف النبولة. وبعد هاد الوصفة غادي تلاحظي فرق كبير في وجهك، وجهك كيرجع لامع وكيرجع مشرق ومورد، لانك عالجتي المشكل اللي كان عندك لداخل. قبل ما ديري الوصفه زياده الوزن ضروري ديري هذه الوصفه. قبل ما ديري الوصفه اللي غادي نحط لكم في الفيديو القادم ان شاء الله، قبل ما ديريه خاصك ديري هذه الوصفه اللي غادي ننزل لكم دابا، ضروري ومؤكد، باش كتعطيك كتنقي لك البطن من الداخل، وكتخلي ان الوصفة اللي غادي نعطيكم في الفيديو القادم كتعطيك المفعول في اقل وقت. هاد الوصفة اللي غنعطيكم دابا تستعمليها يوميا الى قدرتي، اسبوع كامل، 7 ايام، قدرتي اكثر قدرتي اقل، تقدري ديريها 4 ايام، تقدري ديريها 5 ايام. شحال ما درتيها كتنطفك من الداخل، يعني شحال ما درتيها راه لمصلحتك. والمكونات جد سهلة وبسيطة وكتوجد في أي بيت. عندنا تفاحة كيف ما كانت، ماشي مهم تكون خضراء كيف ما أنا منزلاها، كان التفاح الأحمر كان بيها، كان التفاح الأخضر، كان أي تفاح اللي بغيتو. جزر كديري وحدة كبيرة وتفاحة وحدة وعصير الليمون أو البرتقال، كتستعملي العصير ديالو، والباربا، الباربا حبة وحدة حتى هي خضرة، الجزر والباربا خضر، وهادو أوراق السنة، أوراق السنة يعني أي واحد راه كيعرفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بها، يعني السنة علاج لعدة أمراض. هذه هي كديري عليها الماء سخون وكتخليها تطلق، تخليها جانبا تبرد. كتاخدي تفاحة وواحد الجزرة
وعصير ديال البرتقال وواحد الباربة، كطحنيهم وكتزيد عليهم الماء ديال السنة، كتطحنيهم مزيان النهار كامل، كتشربي منهم كل مرة كتشربي كاس، كل مرة كتكملي داك الكمية اللي درتي. ولكن كيف ما قلت لكم، نصيحة مني ليكم، تكونوا في المنزل، ما تكونوش خدامين داك النهار او لا خارجين ضايفين عند شي حد، ولا تكون في المنزل ديالك، لان غادي تنطفك تماما. بالنسبة لأوراق السنة هما هادو، الأوراق اللي كيتباعو هنا في اسبانيا عند العشاب الاسباني، ما كنديرش اعلان، وانما بغيت نوري الناس اللي كيعيشو هنايا، راه كاينين هنا الاعشاب، وغادي ندير لكم فيديو خاص بالاعشاب اللي كناخد من هنايا. هيا عندنا انا غادي نطحنهم ونرجع معاكم من جديد باش تشوفوا الخليط كيفاش كيكون. وهذا هو الخليط بعد ما كنطحنوه، كنتحسبوا عليه بهذا الشكل، صدقوني غير جربوه، انا متاكده غادي يعجبكم وغادي تلقاو عليه استحسان وراحه كبيره، وحتى الشهيه كيفتحها وكتخفافي بزاف. انا غادي نوريكم الخليط كيفاش داير في الكاس، غادي نخوي لكم في الكاس، وهذا هو القوام اللي كتحصل عليه، خليط ممتاز. وكيف ما وعدتكم الفيديو اللي بعده، الوصفه اللي كتغلط وضروري انكم تستعملوا هذه الوصفه هي الاولى. ما تنسونيش من دعواتكم وللايك ديالكم، تعاليقكم زوينين اللي كيحفزوني وكيخلوني نزيد نجيب لكم المزيد. شكرا بزاف لكم، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.